عندي قيمة لولا هالخيمة، وانطاني رفعة حب ابو اليمة. انا اختصر كل عمري بالله. انه موكب حسيني صغير ضمن آلاف المواكب التي تخدم الزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة، لكن لهذا الموكب خصوصيته الواضحة، إنه بإمكانات وجهد هذا الرجل وعائلته فقط. احنا كنا محتارين على الخيمة والله، وحطينا العمدان وما عندي خيمة، وحق هي لحسين جابوها من المدينة أجرتها وجبتها، ويستاهل الحسين. أوقفنا بالآخرة بيت الدنيا. قبل حوالي 10 أيام من الأربعينية أنا وعائلتي صغار وكبار طبعاً، وعندي موظفين 4 ولد و2 عندي طلاب مال كلية هم يخدمون وياي، والعالم الجوارين والمنطقة، احنا منطقة ألف دار بغداد جديدة، ذولا نجمع كلنا ونقيم هذا الموكب. الدولمة هي وجبة اليوم التي تقدمها العائلة للزائرين، ومن الصعب أن تحرز الوقت والجهد اللازم لإنضاج كمية من الدولمة تكفي لهؤلاء الزائرين جميعاً، لكن أم محمد تملك الوصفة السحرية لذلك. أتنفس أنا وبس هواي يطف حلم عود. والله يا خالي وحق هو الإمام الحسين بالبيت كل شيء ما أسوي، بس هسه هذا حدامي للزهرة ولأبو الفضل العباس وللإمام الحسين يشد بي الحيل يا خالي. والله العظيم صلوات على محمد، اعجيل واخبيد وسوي الحبايب والقوه من الله والامام الحسين. تتسابق العوائل هنا فيما بينها غير آبهة بمتاعب ولا اشكال شتى من المصاعب، هدفها تقديم كل انواع الدعم والخدمه لزوار ابي الاحرار عليه السلام. واليمة بيدك صبح والله امري ازورك همومي. على مدار أعوام طويلة يكبر أفراد هذه العائلة في ظل الأجواء الحسينية سنوياً، وتكبر معهم أحلامهم بأن تستمر المسيرة الحسينية لألف عام قادم. كل سنة هاي بالموكب إن شاء الله، توفيق من الله من أبي عبد الله حسين سلام الله عليه، نجي نخدم الموكب إحنا وعوائلنا، حتى الأطفال هم يشاركون بالموكب يعني بالخدمة ويسابقون بالموكب، نلقاهم قدامنا ويعني أكثر من عندنا من الشوقين. يا مالك إحساسي وحق ربك. نور السعيد، بغداد، الفرات.